حسن الحدادي رئيس المكتب الجهوي لقنص جهه الدار البيضاء والكبرى اقليم سليمان. قلنا كيف سوء الجمع العام الاستثنائي هنا بالنادي البلدي بالمحمدي؟ كما صارت العاده دائما الحمد لله الرماد المحمديه كيكونوا حاضرين جمعه استثنائي مرف عليه بظروف جيده ظروف ممتازه وكانت نيت فرصه ثانيه باش نشوفوا بعضياتنا ونتلاقاو لان مده هذه ما تلقاو الرما وكنت من الله سبحانه وتعالى يعيد علينا ايام بحال هذه. اذا كيف هو حال القنصه على صعيد جهه الدار البيضاء بسليمان؟ وبالنسبه اداريا بالنسبه لجهه الدار البيضاء بسليمان الحمد لله الامور هذا احسن من حسن الى احسن. نعم. وعلى صعيد الجامعه كذلك امور تحسنات، كانت بعض المشاكل الحمد لله تجاوزناها قضائيا واستنافيا، وبعض الاحكام في النقد يعني نهائيا الجامعه الملكيه المغربيه للقنص برئاسه السيد جلال شفيق هي الجامعه الشرعيه حاليا. بالنسبه للجهويه الجديده فالجامعه الملكيه المغربيه للقنص تسعى هاد في الشهور المقبله ان شاء الله باش تدخل لها كذلك بالهيكله الجديده ديالها، وراه الحمد لله الامور غدا على احسن ما يرام. شكرا استاذ.